يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أيها مثلنا سيني بردانا إجلانا أولا شو استيثام إلا مغريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتسوينا غير جنة الجنة الدنيا ذا الجنة الأخف، وإلا مغريد الشيطان يتسوين غير جهنم الدنيا الجهنم الأخف. يعرف إخلقتي تسيد ربي في كيس سلاع قي باش يختار بريد سلاع جبن أثيوية كيف مثلا أي مثلا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يخاقد يعرفيس باش يعيش القفرين ديس القفرين من سيد ربي أدعيش غير سيد ربي أدعيش غير العناية من سيد ربي أدعي ثبع أدعي ديس وذا في الروع وذا عيش الدولة العناية نس يقرب قويس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خي خوض يعبدو باش أذي يعبد الكمية مثلا أذي عيش الدو العين أيام من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى. أي مثلا يعبد إفكادي ضربين باش أذي يريد الخليفة ذي القاعة باش أذي يعمر القاعة يدين ويسخرز مرة أخرى وين يزدي الزين مرة يسخرز دي إنسا يسخرز الهواء إنسا إهني إنسا القاعة إنسا البحر إنسا التجارة إنسا والحيوان إنسا خير ذيك المرة كو إسخرستي إلى عبديس باش أن يخدم في الناس باش أن يسخدم أي مثلا ويعرف ذاك يوم يفكيز دا المنهج إسرائيحو يفكيز دا أفريد إسرائيحو ودي جالة كان ذي الحوم أمي بغير ثمو سنين ذي الحوم أمي نقل الحوم دي طلام جير ولكن يفكيز دا أفريد إني سفر أفريديو ذوقين الكسر حمدي دوني الكسر حمدي لخر تبعيث وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كما يتمثل ويفقنا سيد بالليوم ولا قرار ذي مثل يغير سيد ربيع وذي حاسب فين يكسر دمرة دوني فين يخذ سبحان الله. كيف مثل وكذا فريد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الشيطان عليه لعنة الله إلى قد أثنى عقل وتنظر أثنى السين أي مثل بلين الذعذة والنوع الذعذة والعبد يتكبر غفر الأمر من سيد ربي ورسي وغالي مواني ليس سجد لآدم يغيم هذه سجد لآدم ذي الحسد التكبر إكس عام الشيطان يتمثل وثبانت ثعذوث إسعام إذا مثلا آدم أي مثلا إذن سام إتسبان تفغينس دي جنث خطر يغوات الشهوات النفسية ليس إنسا تشد التجرينا إنسا تشعر كل شو كي تخصى ولا وينوتسو التسطارة يبوث أي مثلا الشهوات النفسية ليس ويتشعر دي التجرينا ويسوف غادي تسيد ربي دي جنث فيقين وخلاق دي خلق سبحانه وتعالى دي تحذير إن دغور وثب أكون يعمل كن يعمل فبثون آدم ما لنا في القرآن يا بني آدم ما نه أي لون آدم ذاتنا ثم مرة إذ لم فبثون يون وفبثون هذا ويس الشيطان غور وثب أقول يا غور ما كني غور كني ثي غور النساء يا بني آدم يقرد سيد ربي الخالق في سورة الأعراف رضي تحذير إذن يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة غور وثب أقول يفتن الشيطان غور وثب أقول يغوين أكون يشوف غوبرين أماكن إجوا فبثون آدم سبحان الله. كما يتمثل إن الدقاء إن الإنسان إذا يشوف عندي جنة سبين سيدي فرد جنة سبحان الله. العبد أي مثل ماذا قلنا يبعد غير سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يطفد الشيطان الشيطان وزميلة الذي يعلم الحرب لسيدي ربي ما دام في الليل دين عناية دين عناية لسيدي ربي فقرض غير سيدي ربي الشيطان وزميلة له ولكن ماذا قلنا هو خرض غير سيدي ربي أكيا فبريد أذي تشبت في لك الشيطان أذي استحول في لك أذينا دينا أذي القبضين سيدي ربي أذي خدمي سيدي أي كنيسي أجل سبحان الله. كما يتمثل والثمزورة ما يتمثل الفعل يسعى الشيطان
دشوم يخدم سبنو آدم ما ذي تفارورس أسير الذكر سيد ربي غير فير مع الوليس أثير أذي تسوى سيد ربي في دقيقة أذي تسوى أبريد سيد ربي فكان وقالوا كذي يبغين الشيطان يقرد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم انتهوا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أبني الشفعة في ذريد سيد ربي في الذكر سيد ربي دي تسمح ثيمان وتسمح ثيمان وكل دقيقة أبني بعد غف الظالي أو نسكرة في الظالي خطف الظالي تسجاكم يكون دي تسمح ثيمان دخل الله سبحانه وتعالى. سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قرد ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب يقرد وين أري بعدنا في ذن سيد ربي أذا سقنا الشيطان ذي لي ذس ورسيت فغلا ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أثمي السوف أقوه في ليدن سيد ربي مرة أقوى وذي حسب لي من سب ليدك في ليدي الهان الله ما قلت لي كما نكشمر تفصيل سيد مثل كما غادي قال الرحمن الرحيم يا دقيقا يفغير الخير يفغير الرحمن يفغير أن عايش جنث دوني في دول عين ينس غادي في كيان الخير باش كان القيم الكفري دي نسا نتبع عامل دي نسا وذي غدي ولغر جن فغسي اختبار بي جميعا يقرد ومن يعشو عن ذكر الرحمن إنه أخصد كان أولا قيم ما دينا ما يعشو معناه من العشاء أنش تكين الكلمة يجيك من الحد يكسيسي سيد ربي من الأمر الحسي العشاء تشي الدرغل نهض القلات تنظري في الجير الجير انطيام كيف مثلا مثل أخر كان تفذى في شوية شوية سبحان الله العشاء مثل العمى ولكن العمى العمى قال ما دل العشاء معناه وزرارة ها يعني أو العمى ليلا وشوية ربابيس ذكر وشوية ما دي غير كاش قطن طيب وشوية ربابيس الوقيد العشاء يكسب سيد ربي من أمر الحسي ما دل العشاء معناه أعمى وشوية ربابيس ولكن ذاكيني يقول لك سيد ربي يقول لك أسلوب استعارة إسقرن مثلا إنك معناه ذاك المعنى نس ذي العقد شد غلط بول أعمل بصيرة كيف مثلا خطر ماشي دل لنك داغين ذوي إقداغين لقد صدر بقويس فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ماشي دل لنك داغين ولكن ذل ولكن ذول إقداغين سبحان الله كيف مثلا ما نيجين العبد الجهية أفرين سيد ربي وثي زرارة وثي تشيلة وثي تشوفيرة يغفي في الناس أم منك نون الزرارة أم منك نيل لك انت دغل وشوية لا ولي زرارة ولي السقارة المعنى دي الأمر سيد ربي أخلق وثي دقالة دي الحسبة الزنسة سيد بلي تشوالي غس انت وثي تشوالي تشوالي ولكن سيد ربي تشوالي دي عبديس ولكن وقع وثي دقالة دي الحسبة يخدم أي نزد النفس نفسي دي اسم الرخ بمثي تبع الشهوات النفسي دي والسقارة المعنى دي سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى سبحان الله اتريت مثلا يجب أن نزل بليم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يجعل قول إلحو سذكر سذكر سيد ربي قول إلحو سيد ربي شو مكثير أخلاق سبحانه وتعالى ما دو مكثير سيد ربي أولي تحيا يتحيا يقول ما دي مكثير عارف سيد ربي يقال سيد ربي قواليس إن الذين اتقوا وذكنا إذ محبوب على سيد ربي وإذ إنك تسود سيد ربي في العالم الرديس إنه ما في إن الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ما في إن الكلام كمان شوطة الشيطان سلف عيليس باش أثني السفعة وبردي لدى أدمكتين سيد ربي تذكروا يقرف إذا هم مبسروا ذينا أدوغينا دوغينا الزرن ماشي تسمزرون تقول لنا إقفع ديني ذاك ولكن تسمزرون تقول وينسن اليوغي أدي تحايا بعد الأخر نفذل إذن الشيطان ما دي مكتين سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى إذن الذكر إلى أدي زار ولكن بلا الذكر سيد ربي اليوغي الفافي سيد داغل أدي الداغل وليس ومن يعش عن ذكر الرحمن أخذت كان سبحان الله يمكن يقرأ أم كان تغفير في الذكر للرحمن ولكن إكدي خلقا ولكن إكدي رسقا ولكن إكدي فكالك نعم
دين كل نعمة اللي تعيشها نتي اللي فكان الأكسجين اللي تنفسه نتي اللي فكان الحياة اللي تعيشها كيف نتي اللي فكان النعمة ديال الكربون اللي تزين الفقية اللي تستدكا المكلة اللي تستدكا الجهاد اللي تعبك الجوارح اللي كيسد يحرك أتنعم كتنعم دي الدنيا كامل الوجد الرحمن ذاف الرحمن اللي يكسد يكسد يفكان أم كانت فرض أتشوف وينك نعم وينك نعم اللي كيدار حملك نعم أم شاءت أريد دروي ويك وثيت سمكتي برا وتسمكتي برا ويجن يكديف كلك ذم كل الخير ذم كل النعمة سبحان الله وما بكم من نعمة فمن الله خير وين جيت نعم صور صدر صور تصرحوا ومن يعشو عن ذكر الرحمن ما تجاهل الرحمن الرحيم يكديف كان ذم كل نعمة تغفير في الناس أم كارك يخذ ذينا تسلسل سيدي إيمانيك تبعد الفلاس توخر الفلاس كرامون الباه كدين الباه ولكن تو إذا تسمح الصدر سبحان الله سبحان الله تو إذا تزيد على الرأس ذينا أكيد جد الفارس على الشيطان توخر سيدي ربيع إلا الشيطان الذي يشد الفلاك يقرب نقيض له شيطانا ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا قلق القيض أما الكلمة بيث مزولة الدمكة من دخل سيدة ربين ومن يعشو من العشاء نقيض من القيض معناه أننا لعلمنا يتمثل ذو القشرة النيمة القشرة نكزين قليث من الله اقشرت بالله الى لكن الى لكن سفلى خزرت كي تزين وين الى نزدغي تزيج وتكتشفوا في حريم ودي تفكر الى الداخل ولكن ودي استعاره بلي الشيطان اسي يزيني ما بيسم يقشرت بالله يزين لكن وين الى لكن الداخل والشيطان ما يزين دين كل ناحيه وكل الجانب اسي يزين يعذني وتكتش مالا وين العين يخفن سيدة ربيغة فويس أهدر نقيم أشحال للعاوية تزمرو أستدرو أتخل مدي الخطر يستدر عني ميشي اللغة من أهدر مكيلس اللغة نستهد أميني أهدر السبانيولي دي أهدر سيوني السنان كان حاجة طريات أمي أمس فهمت دي جوجل رسل أم خارجي أريكشم ومسليني قول لك لما تهدر ذاك إنه اللغة كما ماشي كيف كيف ولكن أكام ولكن يفعل أبنى من سيدة ربيع أسهدر الطابق لمسلين تسوغين غربوط وزمانا ذي تشمنا الأخي أخطر يقيضها السيدة ربي الشيطان يخفم غفو النينس وثيك تشمنا ويدينا نقير له الشيطان فهو له قرين معناه أثي يتبع الشيطان وسيد سري حالة أسي الزير من كل الجهة أذي سيوغاي أنثيريم أنثيريم ذي توايم في العالم في رينيس واستخرارا ندي غورو استخرار في رينيس أكني ما سيخدم أسي زي الشيطان يوين يفغن أفغري نسي دربيا يوين يدرغين أفر في الذكر من الرحمن الرحيم في نس دي كان ثذات يتغافل في الناس يرغب في بعض الناس يجيز الشيطان ذي الفري ذي نسا ذي الإفكيس يجيز الشيطان يزيز يستحوذ عليه ويغيس مرة أكو يزيز كل الجهة يتبعي في الديف غيرين في كل زمن وفي كل أي غي عيش الدنيا يقيس أنثيه نقيض له الشيطان فهو له قريب سبحان الله يقال سيدة وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون معناها هي مثل ذنسان إذا ما رأينس نسيس دي تاكنا الرأي نسيس دي سكالي نسيس يقال نعد دي سيار نسيس يقال وخالي ويديا إسكالي يزد حاجة بردان نديري إسكالي يزد حاجة ندام أبريد نشيه وينس إس أسيس حالي حاجة إينك خويفنا بريد ربي حاجة إني إلا نجيث الله المعصية أسيس حبب أسيس حمي الشم أسيس حمي الدينار الدرهم أسيس حمي النفس اشي سحلي احوس اشي سحلي كل حبوب ارد مني الشهوانس اشي سكن الشيطان ولكن نداوي اني دايلو فرد سيدة ربيع اثي وخار سينا ورحمي فافيش ورحمي اذي شيء القرآن الكريم ورحمي يقلك فعل القرآن الكريم ورحمي اثي تسوكي اثسو فريد الدين ماذا بردس لفريد الدين ما حدش مفلسة دي قنبو كان كاريت حرمي ما تسوسمر مكارستو خار يوفريد الدين سبحان الله
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ماذا خلف ذلك نسيت ربيت هذا الرجل ذو خلص أثيوفا الدونيث أتفضي تحايا كان كاريدي شرح يويني سبحان الله خطر إزيز الشيطان أيضا مثلا السفرد أولاد سيد ربيع حشا الفعيل قبحان إزدي قال والنس ويريس ذكر سيد ربيع الفروع الوليس كيف دي قرب في الآية القرآنية النظام يقال وقيضنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أسس حمية الشيطان ده شاكس حمية بنادم أكيس حمية الحشم أين كان يقع صوبة السيد ربيع أما كان يعصى نسى السيد ربيع نسى ما كان يبوير إيفان بليم إني السيد ربيع أم كنت شمير كتب عن جهنم ما ركني شك ويفغى ما دي يوي مرة أكو يعيفادي سفن يوي حشو ذلك إقرح السيد ربي الخالق سبحانه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين حشي كذي إقاذي كحمية حمية طن إقاذي إكفى على فردي وإذا نسنز من الغرب البقى ذات نوغ مرة يدين غرجاننا سبحان الله وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون كل وين نتى دي سوق كين سيد ربي أدسي وخار خطر الشيطان يتحكم سبحان الله خطر يختل سيد ربي نفويس يختل أفل زغنس يختل أفل بصر نس سبحان الله أكم أمدي على ذا أي مثل أمدي على ومن يعشو قد ومن يعشو ماشي يوني على كان في ده الدر أدي لذ الفرد أدي لذ المجتمع أدي للأمة يكتب عن مرة أو كو أفريد الشيطان وخرج ذكر سيد ربي الشيطان يستحوذن في الأمة ويتسفر من خفيس ويتأمل يعبد ويتسفر خفيس ماذا المجتمع ويتسفر خفيس ماذا قلنا ذا الأمة سيكمالش ويتسفر خفيس أخطر الشيطان إذ السلطان في الناس ذلو ذنا أكثرت المعاصي أكثرت المخالفات أكثرت الفتن داش اللي يدون اش تسوي المعصية سيد ربي داش تسوي المخالفة وفريد سيد ربي ذا الفتنة البعيد عن جواب يجي منين والوقت يقول طقت المعاصي المخالفات أصبح الحشا البعيد الثاني إذا مثال الديوف هذا الدول فيه ونشتي مرة بين سيد الغفلانة في فريد سيد ربي ذا الغفلانة غفل الإسلام الغفلانة في القرآن الكريم الغفلانة يتمثل في الدين سيد ربي في الإسلام إذن الدين الرحمن الدين السلام الدين لهنا الدين الجنة الدنيا الجنة الأخرى أولي البحار القوم أثر البحار الأمة إكفادا غفظري نسيب ربيهم وتسفر إيمانيس أولي تسفر القوم إيمانيس وتسفر الأمة إيمانيس حاش ماذا قلت ثغيد غفظري نسيب ربيهم سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان الذي يجعل ربهم ولو نظر الإيمان الذي يجعل ربهم ولو نظر حب السيد ربهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم حب القرآن الكريم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.